غادة نجيب زوجة الفنان المصري هشام عبد الله في قبضة أجهزة الأمن التركية، والدافع أسباب سياسية حسب منشور زوجها على منصة إكس الفنان هشام عبد الله الموالي للإخوان. هذا الأخير ناشد الرئيس أردوغان شخصيا لإطلاق سراح زوجته. عملية الاعتقال هذه لا تبدو مفاجئة، فقد سبقتها تحذيرات من السلطات التركية منذ يونيو 2021 تدعوها للتوقف عن الكتابة والتدوين على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن زوجة الفنان هشام رفضت. غادة نجيب سورية الأصل من مواليد القاهرة، أسقطت عنها السلطات المصرية الجنسية لسببين: الأول إقامتها خارج البلاد لفترة، والسبب الآخر صدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات بتهمة متصلة بأمن البلاد. الوضع غير مختلف بالنسبة لزوجها الفنان هشام عبد الله الموجود على قوائم الإرهاب منذ 2016 في القضية المعروفة باسم إعلام الإخوان، حيث انتقل عدد من الوجوه الفنية والإعلامية المحسوبة على الإخوان للإقامة في تركيا، وبدأوا من هناك بث برامج تلفزيونية وبثا على شبكة التواصل يستهدف الحكومة المصرية. الحكومة التركية في سياق استجابتها لمطالب تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة التزمت بطرد عدد من رموز إعلام الإخوان ووضعتهم على قوائم الترحيل مثل معتز مطر، كما رفضت تركيا منح الإقامة لعدد آخر منهم شيخ الإخوان وجدي غنيم.